أهلا بكم في زوايا الحدث. من جديد تتوحش الميليشيا في تعز، والنتيجة عشرة أطفال بين شهيد وجريح في مشهد دموي تقشعر له الأبدان. تستمر الميليشيا بتوجيه صواريخها ومدافع دباباتها تجاه المدنيين، جماعة الانقلاب التي تخلت حتى عن كل قواعد الحرب وأعرافها وراحت تتعامل مع سكان المدينة بكل حقد وضغينة. فالكل في تعز يرى بأن ما تقوم به الميليشيا هي حرب انتقامية. نتوقف عند حدود المأساة الأخيرة لنناقشها في محورين: لماذا كل هذا الانتقام من تعز وسكانها؟ وأين هو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من هذه الجرائم؟ طلبت السلطة المحلية في محافظة تعز المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لوقف المذابح ضد سكان المدينة، وعبرت عن أسفها إزاء الصمت الدولي وحالة التراخي الواضحة في الموقف من جرائم الانقلابيين بالمحافظة. من جهته، أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في حي الشعب الدبة بمدينة تعز، موضحا أن وتيرة الهجمات الصاروخية على المدينة زادت خلال الفترة الماضية. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. مرة أخرى يكتشف العالم أن وراء ظهره جثثا في مدينة عاجزة عن حماية سكانها، مدينة تحولت إلى ثلاجة موت مكتظة بالمدنيين منذ 3 سنين. تتكرر المجزرة ومعها تتضاعف أرقام الضحايا المدنيين في صور بالغة الفظاعة. تقول التفاصيل إنه في مساء الجمعة أطلقت ميليشيا الحوثي والمخلوع حمم قذائفها على حي الشعب الدبة وسوق الصميل شرق المدينة. أسفرت القذائف عن استشهاد وإصابة أكثر من 10 مدنيين بينهم أطفال. صور مرعبة ملأت وسائل التواصل الاجتماعي ولم تحرك ضمير المجتمع النائم على بحيرة من الدماء. بموازاة ذلك، وجرت الصور نفسها ضمن قفازات الجريمة التي يتفنن بها ناشطون كثر، حيث انبر البعض لتوظيفها في سياق المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وكأن القاتل مجهول. وليس ذلك الوحش المترصد على التلال بالقناصات والدبابات ولديه رصيد سابق من المذابح الجماعية. في هذه البقعة من العالم تسجل المشاهد أكبر علامة استفهام عن قيمة الإنسان وحقوقه، فلم يعد أبناء هذه المدينة يعدون قتلاهم فحسب، وإنما يحصون المجازر. مجازر أصيب العالم بشلل سياسي حيالها فلم يصل إلى المستغيثين من هول المأساة. وإن وجدت الصور طريقا إلى المباني الزجاجية فلن تنتزع أكثر من مجرد إدانة لا تسمن ولا تغني من جوع. وحيدة عاجزة تواجه تعز مصيرها، ملبدة سماء المدينة بغبار القذائف التي تتناوبها من التلال المحيطة. وفي الوقت الذي تغرق المدينة في جحيم القصف، تقف الحكومة ومن ورائها التحالف العربي عاجزين عن كسر حلقة الحصار الكلي واستكمال عملية التحرير، بينما تصعد الميليشيا من حربها وتعلن مرحلة التجنيد الإجباري لتعزيز ميليشياتها هنا وفي مختلف جبهات القتال. تواصل الميليشيا إذن تنفيذ المذبحة وتتفنن في استخدام الأسلحة التدميرية، بينما تكتفي الأسرة الدولية بالتفرج، وحين تنبس بشيء ترسل مبعوثها الخاص مرة تلو أخرى ليبعث الروح في خطته من أجل إنجاز ما يسميه مشاريع التسوية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن انضم إلينا الآن، المحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز المجيدي من تعز، وكذلك السيد البراء شيبان الناشط الحقوقي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من جنيف. وأبدأ مع الأستاذ المجيدي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. إذا في البداية، لماذا كل هذه الهمجية من قبل الميليشيا بحق سكان تعز؟ هذه ليست المجزرة الأولى ولن تكون الأخيرة، هي جاءت في سياق سلسلة جرائم ممنهجة ترتكبها ميليشيات الحوثي صالح منذ بداية الحرب وحتى الآن. القتل اليومي المجاني لتعز مستمر على مرأى ومسمع من العالم. هناك المئات من القتلى خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنذ بداية الحرب حتى الآن نحن ربما نتحدث الآن عن ما يناهز 4500 قتيل من المدنيين فقط وقرابة 19000 جريح. بمعنى أن نصف العبء الإنساني والضحايا الذين دفعتهم اليمن خلال محنة الحرب الأخيرة
كانوا من محافظة تعز وحدها، وبالتالي نحن أمام إجرام ممنهج يتم من خلال هذه القوات والميليشيات التي تقصف بصورة عشوائية المحافظة منذ فترة طويلة. تصور أن منظمات دولية وذايعة الصيت مثلا كمنظمة Human Rights Watch في تقريرها الأخير لعام 2017 تحدثت عن رصد 7 حالات لهجوم وقصف عشوائي على المدنيين منذ بداية 2015 وحتى بداية هذا العام. هذه 7 الهجمات قالت بأنها أدت إلى مقتل 139 مدنيا، وهذه الهجمات أيضا ليست في تعز وحدها وإنما في تعز وعدن. تصور أن هذه المنظمة الكبيرة التي لها صوت مسموع في المجتمع الدولي تتحدث عن هذا الرقم وعن 7 هجمات طوال عامين في 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 محافظة فقط، يعني ما قتل منها يقارب 4500 شخص، وأتكلم عن 20 قرابة 20 ألف جريح. إذن هذه المنظمات ماذا تفعل في نفس الفترة التي تتحدث عنها هذه المنظمة؟ يرد رصد آخر لمفوضية حقوق الإنسان تتحدث عن قرابة 480 قتيل للمدنيين بقصف عشوائي لميليشيات القوى الحوثي وصالح. هذا التباين بين أداء منظمات دولية معنية بالرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان يوضح بجلاء الفجوة الكبيرة بين ممارسات هذه المنظمات وبين ادعاءاتها الحقيقية. إذا كان الرصد التابع للأمم المتحدة أيضا يكذب ما رصدته منظمة Human Rights Watch وتقاريرها تؤخذ على محمل الجد من منظمات كثيرة، فهذا يعني بأن نحن أمام مشكلة كبيرة متعلقة بالمنظمات الدولية وبالمجتمع الإنساني بشكل عام، وكيف يتم استخدام الانتهاكات بشكل سياسي للابتزاز وأيضا للضغط على الدول. جميع هؤلاء القتلى في تعز لم يسقطوا برصاص ولا قصف التحالف. إذا كان هناك من قصف للتحالف ربما حدث في بعض الوقائع وهو محدود، ربما نتحدث عن 100 حالة أو أكثر أو أقل من هذا الرقم، لكن ماذا عن بقية هذه الحالات؟ لماذا هذه المنظمات تغمض عينها عن هذه الجرائم والانتهاكات اليومية والمجازر المروعة بينما تفتح عيونها واسعا فقط لأن هناك دولة اسمها السعودية لديها ربما سجل سيء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتالي تعكس هذا الأمر على وضع المدنيين في تعز وعلى الانتهاكات الجسيمة بحق حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد العزيز. أذهب إلى أستاذ البراء شيبان، أهلا بك بداية أستاذ البراء. يعني بالتزامن مع انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، يعني تقوم ميليشيات الحوثي بهذه المجزرة التي راح ضحيتها 10 أطفال ما بين يعني قتيل وجريح في آخر إحصائيات على الأقل. كيف استقبل الوسط الحقوقي في جنيف هذا الخبر؟ طبعا في البداية تعازينا للضحايا، وللأسف مثل ما ذكر الزميل نحن ما يقول لنا أن هذه لن تكون الأخيرة. مسلسل انتهاكات ومسلسل ذراعنا الحوثي في استمرار، والوضع التي وصلت له مدينة تعز حقيقة لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن للمدينة هذه أن تنتظر أكثر من ذلك. بالنسبة للوسط الحقوقي، أمس كان هناك الكثير من العاملين في مجال الحقوق الإنسان، ناقشنا معهم ماذا حدث داخل مدينة تعز، طلبوا مننا بشكل صريح أن نزودهم بأرقام والتواصل مع أهالي الضحايا. استلمنا بعض هذه الأرقام اليوم ونحن لازلنا في استمرار معهم. طبعا ما ذكره ضيفك العزيز، جماعة الحوثي كانت يبدو في البداية كان المجتمع الدولي أو المنظمات لا تولي انتهاكاتها ذلك الاهتمام كون أن كان التركيز الأكبر هو على طيران التحالف، لكن أنا أعتقد الآن أنه تمكن الكثير من الحقوقيين أن يقلبوا الكثير من الموازين. اليوم جماعة الحوثي لا يوجد اليوم منظمة أممية داخل مجلس حقوق الإنسان إلا وأدانت بشكل واضح وصريح جماعة الحوثي، بل أن بعضها قالوا لا يمكننا التعامل مع هذه الجماعة، يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر حدة حتى تتوقف
مسلسل الانتهاكات لأنها لا تعني بالقانون الإنساني الدولي. فالخطاب الحقوقي متغير تماما عما كان كنا نشهده قبل سنتين، لكن هناك بالتأكيد ضعف في الآلية الدولية أصلا في التعامل مع الانتهاكات، ضعف الآليات الدولية في التعامل مع الأوضاع التي تمر فيها المنطقة ومنها اليمن، وهذا الضعف ينسحب على كثير من الأدوات الحقوقية ومنها مجلس حقوق الإنسان. نعم، طيب، لكن يعني هناك من يتحدث على يعني وذكر الأستاذ عبد العزيز حول الإحصائيات المتضاربة، وكذلك حول أساسا الإحصائيات المحلية تتحدث عن أكثر من 4500 قتيل مدني و 19000 جريح بداخل تعز وحدها، وما يقدر بحسب الأستاذ عبد العزيز بأنه نصف عدد الضحايا في الحرب بشكل عام، ومع الأرقام التي تعلنها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان كمحاولة على الأقل في رصدها لهذه يعني لهذه الانتهاكات في تعز، ما السبب الأساسي في يعني تضارب الأرقام، عدم وجود أرقام واضحة من قبل هذه المنظمات؟ أولا، لا يوجد أي منظمة حقوقية إلى هذه اللحظة ادعت أن لديها سجل واضح أو سجل دقيق فيما يتعلق بالضحايا المدنيين. كل المنظمات عندما تتعامل هي تأخذ نمط من الانتهاكات ولا تقول أن هذا كل الذين تعرضوا للانتهاكات، ولذلك هناك دائما هذا التساؤل، أنه مثلا تحدثوا عن 100 حالة، 60 حالة، 20 حالة، يقول لك ماذا عن بقية الحالات؟ الوضع هو أن المنظمات دائما تأخذ نمط، هي ليس من مهمتها أن تقوم بتسجيل كل الحالات بل الأنماط، وبعض الأحيان عندما تكون مثل هذه الحوادث. المسؤولية الأساسية هي أصلا في كل دولة هي تقع على الحكومات، دور المنظمات دائما دور تكميلي ليس الدور الأساسي. الحكومات والمؤسسات الصحية داخل اليمن هي من عليها أن تسجل وتوثق مثل هذه الانتهاكات، ثم إن القضاء والنيابة ومن عليه ايضا ان يسجل مثل هذه الانتهاكات. فلذلك نحن لا يمكن ان نحمل المنظمات الحقوقيه اكثر مما تحتمل. هناك تقصير، بالتاكيد هناك تقصير، ولكن المسؤوليه الاساسيه دائما تقع على الحكومات. طيب، هذا يدفعني للتساؤل، ودعني انقل هذا التساؤل للاستاذ عبد العزيز المجيد بحكم وجوده في تعز. الان بالنسبه للسلطه المحليه بداخل المدينه، المرافق الصحيه التي تستقبل يعني ضحايا انتهاكات ميليشيات الحوثي، هل تقوم بتوثيق هذه الأرقام ومن ثم تعطيها للمنظمات التي يعني تنتقد أعمالها في مدينة تعز في نهاية المطاف؟ سيدي الكريم، أنا الآن أتحدث إليك ولدي إحصاءات دقيقة متعلقة بالحالات التي وفدت إلى أو وصلت إلى المستشفيات خلال 3 أشهر الماضية. أتحدث إليك الآن ولدي أرقام تقول بأن هناك ما لا يقل عن 420 شخص قتلوا خلال فترات 3 أشهر الأخيرة، يونيو، يوليو، أغسطس. هؤلاء الأشخاص هناك ما يقرب من 100 طفل وامرأة سقطوا ضمن هؤلاء الأشخاص. هناك ما قرابة 1000 جريح خلال هذه 3 أشهر الأخيرة أصيبوا بهذا القصف العشوائي على المدينة. بالتأكيد هناك شكل من أشكال الرصد لدى المستشفيات والجهات التي يصل إليها، لأن هذه المستشفيات أيضا هي معنية بالرصد، لأنها أيضا تقوم بإعطاء العناية لهؤلاء الجرحى وأيضا التعامل مع حفظ الجثث لغرض أيضا التوثيق بغرض مالي أيضا، لأن هذه المستشفيات تتلقى أيضا مساعدات من مراكز خارجية ومن السلطة الشرعية من أجل تقديم العناية للجرحى. وبالتالي هذه الأرقام بالتأكيد هي أرقام إلى حد كبير دقيقة، وبنفس الوقت هناك شكل من أشكال التوثيق اليومي لراصدين محليين ومنظمات أخرى. نحن نتحدث عن القصف العشوائي، بينما هناك أيضا أعمال قنص شبه لا يمر، لا أعتقد أن هناك أسبوعا مرة من حياة تعز خلال الفترات الماضية وليس هناك حالة قنص واحدة على الأقل لأطفال ونساء، وهذه وقائع مثبتة وموجودة ومدونة على وسائل الإعلام ونشرت وكثير من المنظمات وثقت. هذه أعمال القنصة ليست عملا عبثيا ولا هو عمل ارتجالي، هو عمل ممنهج ومقصود. القاتل يضع في بؤرة عدسته الأطفال والنساء وهو يدرك تماما أنه يقتل ناس عزل ومدنيين، وهذه جرائم حرب لم تتعاطى معها حتى المنظمة الدولية التي يتحدث عنها
ضيفك الآن ويقول بأن هناك شكل من أشكال العمل العشوائي بشكل أو بآخر أو لأخذ النماذج. لماذا هذه المنظمات تأخذ نماذج فقط لمجموعات محددة بينما تقوم أحيانا بعملية حصر كامل لما تقوم به مثلا طائرات التحالف؟ ما تقوم به طائرات التحالف بالتأكيد هو قتل لليمنيين وجريمة كبيرة بحق اليمنيين، لكن بنفس الوقت أيضا على هذه المنظمات أن يكون لديها أيضا عين أخرى ترى ماذا يحدث للمدنيين في مناطق أخرى من القتال. في يعني عندما يتم مثلا حشر قرابة نص مليون مدني داخل تعز يقعون تحت طائلة القصف العشوائي لهذه الميليشيات، فما هو تصريف هذه الجرائم التي ترتكب بحق هؤلاء الناس؟ هل هؤلاء الناس بشر أم أن فقط لأن عدوهم الحوثي وميليشيات صالح وارتباطاتهم الإقليمية بإيران وقوى كبرى أخرى تجعلهم هدفا مشروعا لمثل هذه الجرائم؟ هل نحتاج فقط أيضا لأن تواجه تعز لأن تكون خصما للسعودية بحيث تلتفت لها المنظمات الأخرى؟ إذا كانت هذه المنظمات فقط تتصيد أخطاء ربما ووقائع تخص المملكة العربية السعودية فهذه منظمات مسيسة بالتأكيد. عندما تغمض عينها عن هذه الجرائم وهي واضحة والكل يتحدث عنها، هناك زيارات لمسؤولين أمميين دخلوا تعز عبر مناطق يعني وعرة جدا، وهذه جزء من الجرائم التي ترتكب بحيث يتم حصار المدينة ويتم أيضا فرض خطوط مرور لدخول المدينة من مناطق تسببت هذه المناطق بمقتل العشرات في الفترة الماضية، وقد شاهدنا سيول جرفت كثير من السيارات والأملاك والناس بسبب هذا الحصار المفروض على المدينة. وجاء مسؤولون دوليون إلى المدينة وشاهدوا هذه المعاناة، ومع هذا لم نشاهد أي تحرك دولي بهذا الاتجاه لإنقاذ تعز. بنفس الوقت نحن ندفع ثمن أن تعز ساندت الشرعية وقفت ضد الانقلابيين وكان لها صوت وصدى، هو بالضبط امتداد لموقفها الثوري ضد منظومة علي عبد الله صالح والحكم الفاسد في تلك المرحلة، وبالتالي تركت هذه المحافظة وحيدة لا السلطة الشرعية الضعيفة أصلا تمتلك ربما أو تتفاعل مع ما يجري داخل المدينة ومع تعرض له منذ بداية الحرب حتى الآن. والتحالف أيضا العربي يبدو أن له أجندة وحسابات، ربما ترك هذه المحافظة لقمة سائغة للميليشيات بحيث يتم التنكيل بها كشكل من أشكال العقاب. طيب. ربما بأثر رجعي على ثورة 2011 بالنسبة لتعز كانت حاضنة هذه الثورة وكانت أول من أشعل شرارات هذه الثورة، وبالتالي ربما هي تدفع هذا الحساب بأثر رجعي حتى الآن. طيب دعني أعود إلى ضيف الأستاذ البراء شيبان. أستاذ البراء، إذن هذا التساؤل دائما يرد يعني على لسان الكثير من النشطاء ومن يتابع الموقف في تعز، هل كانت يعني وجود التحالف في صف الشرعية سببا لتحامل المنظمات حقوق الإنسان على أو تدقيقها في كل ضربات التحالف فيما لم تعطي ذات الاهتمام لبقية الانتهاكات إلا في وقت متأخر مثل ما تقول أنت يعني في الفترة الأخيرة؟ يعني أنا أولا أعتقد أنه كان هناك ضعف في أداء الجانب الحقوقي وعدم فهم الآليات التي تتعامل بها الكثير من المنظمات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة أو غيرها. النقطة الأساسية التي أنا لأنه الأخ عبد المجيد ذكر نقطة مهمة، الحكومة اليمنية هي المعنية الأولى، الجهة المعنية الأولى بحماية المدنيين، هي لا تحتاج لا لتقريري ولا لتقرير الأمم المتحدة ولا لأي تقارير حقوقية حتى تحمي المدنيين. حماية المدنيين هي مسؤولية الحكومة اليمنية، ولذلك عليها أن تتحرك مباشرة بإغاثة المدينة وإخراج هؤلاء المسلحين وطرد هذه الميليشيات من داخل المدينة وإحلال ودخول قوات الجيش الوطني إلى داخل محافظة تعز. هذا الانتظار وهذا الإسفاف ونحن سنتين نقول أين المنظمات الدولية؟ المنظمات الدولية ليست من مهمتها إلا حفظ الذاكرة، الحكومة اليمنية هي المعنية بحماية المدنيين، ولذلك أنا أوجه نقدي الأساسي دائما للحكومة التي أبقت المدينة سنتين كاملتين تحت هذا الحصار وتحت هذا القصف ومواطنيها لا زالوا ينتظرون، ونحن نوجه اتهامنا يمينا وشمالا، المعني الأول هي الحكومة اليمنية. طيب لكن الآن يعني هناك مطالبات كثيرة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم التي تنتهك في الوقت الذي قد يعني يطرح كثيرون أيضا أن
هذه اللجنة أو من سيقوم بالتحقيق بهذه اللجنة قد يكون لديه موقف سابق من أطراف معينة بداخل البلاد، فبالتالي هناك إشكاليات في موضوع الحسم بمن المتسبب بهذه الجرائم وما شابه. الحديث عن ذلك هل يعني يبعد الضحايا عن حقوقهم أو يزيد من إمكانية يعني ازدياد الانتهاكات خلال الفترة القادمة، التركيز حول اللجنة الوطنية واللجنة الدولية وما شابه؟ يا أخي أنا أولا خلينا نكون عمليين. الأخ عبد المجيد ذكر أن لديه إحصائية دقيقة ب 450 شخص. أنا هنا خلينا نستفيد من هذه الحلقة حتى لا تكون حلقة فقط وتباكي. لماذا لا نتحرك اليوم أنا والأخ عبد المجيد ونتواصل بعد هذه الحلقة مباشرة ونوثق هذه الحالات بالتواصل مع أهالي الضحايا؟ الجهات الحقوقية لا تتعامل مع الجهات المحلية، يعني أنا لا يمكن فقط أرفع رقم وأقول 450 إلا بعد أن نوجد آلية واضحة للتواصل مع أهالي الضحايا والتأكد من خلال السلطات المحلية سواء مكتب الصحة المستشفى وغيرها، نوجد آلية عملية حتى نوثق هؤلاء الضحايا 450 الذين سقطوا خلال الثلاث الأشهر الماضية حتى نحفظ الذاكرة، يعني أقل شيء أن لا يضيع هذا الرقم مثل غيرها من الأرقام. هذه نقطة واحدة أتمنى أن نكون عمليين في هذه الحلقة. طيب. النقطة الثانية فيما يتعلق باللجان الدولية، مرة أخرى الحكومة اليمنية لا تحتاج لا للجنة وطنية ولا للجنة دولية حتى تقوم بمهامها بحماية المدنيين. الحكومة اليمنية هي معنية بدرجة أساسية تجاه حماية مواطنيها، هؤلاء محاصرين داخل مدينة ويتعرضوا للقصف لأكثر من سنتين، لا تحتاج لا الخلافة الآن نحن ندخلها ونقحم هؤلاء المدنيين. في الخلاف الحاصل الآن في مجلس حقوق الإنسان ما بين اللجنة الوطنية واللجنة الدولية هو حقيقة يعني إسفاف وعمل غير أخلاقي تجاه هؤلاء الضحايا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، أعود بعودة أخيرة للأستاذ عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز، إذن هناك يعني دعوة إلى تفعيل العمل لتوثيق الذاكرة كما يقول الأستاذ البراء، وهناك أيضا حديث عن أن ما يجري من ارتباك على الأقل في المشهد الحقوقي إن صح التعبير ساهم في ازدياد وتيرة الانتهاكات بداخل تعز. برأيك هل يمكن الوصول بسرعة ويعني بمراعاة لحجم المعاناة التي يتجرعها المدنيون في المدينة في نهاية المطاف لمحاولة الوصول إلى آلية تحفظ حقوق هؤلاء المنتهكة يعني التي قامت الميليشيا بانتهاكات ضدهم أو من أيا كان الطرف الذي قام بهذه الانتهاكات؟ أعتقد أن الملح الآن ليس فقط التحرك على أروقة المنظمات الدولية والمؤسسات التي من شأن طرح أي معلومات بشأن الضحايا والجرائم التي ترتكب بتعز، ربما تحركها، ربما، وأنا أقول ربما لأن كثير من المنظمات أيضا لديها وتعمل بأجندة سياسية وتشتغل في هذا الاتجاه بشكل أو بآخر. أعتقد أن الملح والأهم الآن هو أن على السلطة الشرعية، إذا كان هناك سلطة شرعية حقيقية الآن، أن تتحرك مع التحالف العربي. إذا كان التحالف العربي بالفعل يتحدث عن حرب هدفه الأساسية إنهاء الانقلاب وإعادة السلطة الشرعية إلى البلاد، وقبل كل ذلك إنهاء معاناة المدنيين من هذه الحرب الظالمة التي شنت عليهم من قبل ميليشيات انقلبت على البلد وأوقعته في هذه الحفرة الجهنمية. إذا كان هذا التحرك ربما يكون مفيدا الآن إذا حصل بالفعل شكل من الجدية في التعامل مع الجرائم التي يتم في تعز، هذا هو التحرك العملي، أعتقد أنه الأهم والأقدر بأن يتم في هذه اللحظات. غير ذلك مسألة الرصد والتوثيق، هناك الكثير من الرصد والتوثيق الذي أصدرته وتعاملت معه شبكات محلية ومنظمات وبالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع هذا تقارير هذه المنظمات ظلت بعيدة عن مراكز التأثير لدى منظمات حقوقية عالمية. تصور مثلا، وسأعطيك مثالا بسيطا، هناك محنة لزملائنا الصحفيين في صنعاء، هناك قرابة 20 صحفي تعرضوا للتعذيب والتنكيل والاختطاف من منازلهم وهم عزل، لا ربما فقط لديهم آراء وكانوا صامتين في ذلك الوقت، مع هذا جرى التنكيل بهم وخطفهم من قبل الميليشيات وكثير منهم يتعرضون للتعذيب الجسدي. هناك صحفي الأستاذ يحيى القبيحي، نعم. هذا الرجل ربما الآن حياته عرضة للخطر، ربما يموت كما قالت أسرته خلال الأسبوع الماضي.
ومع ذلك ليس هناك أي منظمة من هذه المنظمات الحقوقية التي سارعت إلى إصدار بيانات وشكلت مجموعة ضغط كبيرة من المنظمات الدولية فقط، وقدمت شكوى بالحكومة اليمنية فقط لأن هذه الحكومة تقدمت أو اتهمت منظمة نافذة لدى هذه المنظمة، فهي منظمة طارئة على كل حال، هي منظمة مواطنة مثلا التي ترأسها رضيع المتوكل. مع هذا هذه المنظمات منظمة Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، نعم، وقرابة 16 منظمة ذهبت وأصدرت بيانا ليندد ويشتكي بالحكومة اليمنية لأنها اتهمت هذه المنظمة بتضليل العالم وبتقديم معلومات خاطئة وبالانحياز للميليشيات، وقالت بأن هذه الاتهامات تعرض حياة واحد ناشطة تعيش في نيويورك الآن وهي موجودة هناك. وضحت الخطر، نعم، بينما لم تلتفت لي عشرات بل آلاف، اليوم نتحدث عن قرابة 16 ألف يمني خطفوا من منازلهم على يد الميليشيات. لم تحرك هذه المنظمات ساكنة، لم تحرك منظمة الأمم المتحدة. هنا قرار دولي 2216 يتحدث عن ضرورة الإفراج عن المختطفين كشرط أساسي ومقدمة رئيسية لإثبات حسن نوايا بشأن مسألة التعامل مع القرار 2216. مع هذا لم يتم شيء من ذلك، كلما هنالك شكل من أشكال المتاجرة بقضايا وحقوق الناس وبالدماء والمواقف السياسية أعتقد هي التي تحدد مسار هذه المنظمة. أشكرك إذن المحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز المجيدي، وإن لم يكن هناك يعني ضيف من منظمة مواضع الرد على ما تفضلت به، لكن على كل حال أعود إليك أستاذ البراء شيبان. أيضا الحكومة ليست ممثلة الآن في هذه يعني الحلقة، نريد فهم أيضا يعني كيف يمكن عمل اختراق بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الدولية، المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان، لي على الأقل إعطاء الضحايا نوع من الأمل بأن ما يعني ما يتم بحقهم من انتهاكات لن تذهب سدى في نهاية المطاف. يعني أنا للأسف أجد أنه فقط نحن نوجه الاتهامات ونوجه الاتهامات للزملاء في المهنة الحقوقية، ولا نريد أن نتحرك تحرك عملي. أنا الآن طرحت مبادرة عملية الآن ممكن نتحرك عليها، ويقول أن لديه إحصائية دقيقة ب450 شخص، لماذا لا نتحرك وأنا أستطيع شخصيا أن نتعامل مع الآلية الموجودة لدى هذه المنظمات بتوثيق هؤلاء عبر التواصل مع أسرهم والتواصل مع أهالي الضحايا، نعم، حتى نستطيع أن نوثق هذه الذاكرة ولا يضيع حقوق هؤلاء المواطنين، لأنه الآن هذه الأرقام أنها تتواجد في أدراج المنظمات المحلية تضيع بمجرد أن تنتهي هذه الحرب ويقفل الملف ثم ننتقل من ملف إلى آخر، أو أن تكون هناك مجزرة جديدة ثم نتحدث عن هذه المجزرة وننسى ما حصل قبل شهر أو قبل شهرين. رمي الاتهامات مرة أخرى باتجاه المنظمات العاملة في حقوق الإنسان لن يجدي نفعا إلا أن نتحرك بشكل مهني ونتحرك بشكل عملي اتجاه توثيق هذه الجرائم. إذن كل الأمل بحصول ذلك بأسرع وقت وبما يضمن للضحايا حفظ حقوقهم ووقف هذه الانتهاكات. أشكرك الأستاذ البراء شيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، كما والشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل ماهر أبو المجد وجميع أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.